اهلا وسهلا. ما شاء الله خرج ابني خالي. يعني انت ام خالي. اهلا وسهلا فيك، تفضلي قاعده ام خالي. لا لا ما بقدر اقعد بالنص، انا صراحه ضهري بيطبق صدري بضيق نفسي وبقطع قلبي، اعطيني قضين قضين بقعد حد الشوفير عشان اتسلى الطريق. تكرم عيني. بسرعة بسرعة. ليه؟ ما بقدر ضلني واقفة مع الرماطين. سلامة قلبك، تفضلي لقدام. عم وين بدي صياها؟ جربي. يعطيك العافية. مخاض السكرة. الله وكيلك، عندي كل شيء الا السكرة، روماتيزم، ضغط، مفاصل، ترقرق. شو بها ترقرق؟ سكرة بس العيلة عندي. كيفك؟ شو اخبارك؟ دخلك ما بيقدموا قراقيل هون على الطيارة؟ لا. والله شوب افتصبت. ما زال شوب، ليه حاملة معك الجاكيت؟ يي هم طحقك على هالعينتين، ولا عشانك لابس اصفر مانك عم تقشع منيح؟ روحك ما بتغيب عن شعب اللي بيحبك. هيدي الجاكيت الشيخ صعب، هيدي اللي شلحها ورماها بالاحتفال. مين فكرك سلقاها؟ مين؟ ام خالد. قلت له وقفوا ما حدا يقرب. مديت ايدي هيك اخدتها دغري، وليك والله ما بظهر بلاها، بضلها معاه. ايش مفكر لكان؟ دخلك وين هربته بالحرام؟ ما بحرب تموز، ما صار شي ببيروت، بقينا تحت. شو في عميصك؟ انا قصدي سبعة ايار يا بلا مخ. شوف انا بالاول خفت، قول لك ما خفت كون عم بكذب. فتلك عند ابني خالد عقوطه، قلت له خالد قوم يا امي طحنوا لينا، والله ما بنسلم هالمره. قال لي لا يا امي. شوف خالد، قال لي لا يا امي، نحن ما بنظهر من بيوتنا وما تزحزحنا. يا والله ما انا هلا رايحه اقابل الشيخ صعب بفرنسا، ما بتعرف هلا قربت المدارس، ما انا نشوف هالمنح وين صارت. ولا يهمك مدام، رح نوصل بدنا دقيقتين. اوف هالقد فرنسا قريبة؟ ولا لنكون طالعين بطيارة الأبو جامبو هيدي السريعة؟ أي فرنسا مدام؟ هيدي الطيارة نازلة بسوريا. سوريا؟ الله أكبر، الله يفلجك مثل ما فلجتيني. شو سوريا؟ علي ضغطي دخيل، إيش رأيكم؟ تعوا خلصوني. خالد خالد ما عاد قادر. ما تعطلي هم، ما تعطلي هم. هلا بس ننزل بسوريا بجيب لك كرتونة برازي لخلي يرجع يبرزق معك السكر ويعدل. يا خيرو يا عم خالد رح يقصط لك شيء.